الكومنتيتر طبعا بيتلف، لكن تلف غير واضح، يعتبر هذا بداية تلف النحاسة. هنا ارتفاع جدا قليل، راح احاول انظف الكومنتيتر. طبعا هنا الارتفاع مو واضح، ولكن نقدر نحس به لما نتلمسه. راح اوضح بعد اكثر بجهاز انديكيتر. نلاحظ هنا الارتفاع، هذا يعني نقاح النحاسات مرتفعة. اذا ما نحتاج ان نستبدل الكمبيوتر ونعيد لفه من جديد. نحتاج الى نزيل مادة الابوكسي والخيط حتى نقدر نستخرج بيانات الربط. بعد ازالة الخيط وجزء من مادة الابوكسي اصبحت البيانات الربط واضحة. نغلب على المتجر بهذا الشكل ونروح للطبقة الأخيرة. لاحظ أن الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، إذا هذا النوع يبدي مفرد وينتهي مفرد. هذا هو أول مجرى مساء اللف. مثل ما نشوف الملفات تنتقل لليمين لليسار اتجاه اللف مع قارب الساعة. نتبع سلك الطبقة الأخيرة اللي هو هذا، مرتبط بهذه النحاسة. اذا الميل الامامي متاخر بواحد، هذا صفر هذا واحد، وعندنا المجرى يقارب النحاسة.
قطعت الطبقة الأخيرة نجي نحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 إذا عدد لفات كل طبقة 17 لفة، ولكن نتأكد بعد أكثر دائما عندما نستخرج المجال. صفر 37 صفر 37 يعني جيج 28. بعد شكل الارميتشر بعد التنظيف واستبدلنا الكمبيوتر 3000 واستخراج المجاري، واخذنا احد المجاري مثل ما تعودنا بالفيديوهات السابقة. نتأكد من عدد اللفات 10 20 30 40 50 60 و 8 68 68 تقسيم 4 ويساوينا 17، وهو عدد لفات لكل طبقة. الآن نثبت بيانات اللف. أول مجرى مسار اللف اتجاه اللف، الميل الأمامي، داخل بواحد، ميل الجانب الأول، ميل الجانب الثاني، أول مجرى مسار اللف اتجاه اللف، الميل الأمامي متأخر بواحد، هذا الميل الجانب الثاني. راح نبدأ نلف ونبدأ بالجانب الأول اللي هو بلون أسود، ونربط نحاس رقم واحد، نحسب 6 1 2 3 4 5 6 سلك الدخول. هنا عدد اللفات هو 17 لفة. راح نبدأ نلف طبقة واحدة في مجرى رقم واحد، بعض الأخوة يقول ليش ما نربط مباشرة بالنحاسة بدون ما نلف لفة على رقبة الشفت. ثم نلاحظ أن نربط مباشر بهذا الشكل سيبقى بهذا المكان، وهذا خطأ لا يجوز. لذلك نلف لفة حول الشفت بعد ذلك نربط بالنحاسة. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم واحد ونلف طبقة مفردة 17 لفة. نحاس رقم اثنين، طبقة مفردة في مجرى رقم واحد لكلا الجانبين. الآن راح نلف طبقات مزدوجة من مجرى رقم اثنين إلى مجرى رقم ستة. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم اثنين ونلف طبقتين كل طبقة 17 لف. نحاس رقم 3 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2
ونلف طبقتين كل طبقة 17 لفة. نحاس أقوط 3 ونرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 4 ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 5 ونرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6 ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3. نحاس رقم 5 نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6 ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 7 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 8 ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 7 ونرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 8 ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 9 نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 10 ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 9 ونرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
نحاس رقم 10. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجال رقم 6. نحاس رقم 11. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. نحاس رقم 11. نرجع في طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني ونلف طبق مفرد أخيرة 17 لف. ونربط بنحاسة بداية للجانب الثاني وينتهي لف للجانب الأول. ندخل الجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول ونلف طبقة مفردة أخيرة 17 لف. ونربط بنحاسة البداية للجانب الأول وينتهي اللف للجانب الثاني. الكوين ملفوف ألمنيوم لذلك راح استخرجه وأعيد لفه من جديد باستخدام أسلاك نحاس.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذن عدد الأسلاك هو 100. صفر 30 زائد دورة كاملة صفر 50. لهنا دورة كاملة هو 0.50 زائد 0.30 ويساوي 0.80. 0.80 يعني جيج 21. الآن نجي نعدل على بيانات الكويل. الملفات كانت ألمنيوم، راح نجي نحولها إلى نحاس. قطر سلك الألمنيوم هو 0.80 في 0.8 ويساوي 0.64. 0.64 هو قياس ما بين 22 و 23 اللي هو 22.5 اللي هو 0.65 أو 0.64. عدد الأسلاك هو 100، راح يزيد نسبة 10% ويساوينا 10، أي 100 زائد 10 ويساوينا 110 عدد اللفات الجديدة. راح نلف الكويل باستخدام قوالب اللف الداخلي مثل ما تعلمنا في الفيديوهات السابقة.